يلا تعالوا شوفوا الاكتشاف الجديد، عجلة حظ البوبت السحرية. يلا. واو مستر بوبت عندنا في الغابة، ممكن لو سمحت اجرب حظي معاك والف العجلة السحرية دي علشان اكسب يا مستر بوبت؟ يلا بسرعة يا ميمون لف عجلة الحظ وشوف هيطلع لك ايه، علشان اي حاجة هتطلع لك من هنا احولها لك لاكل على طول. بجد يا مستر بوبت؟ ده انا كنت جعان خالص. طيب يلا بينا يلا بينا نلفها يا مستر بوبت. يا سلام يا اردون، انت كسبت معايا ساندوتش برجر بوبت، دلوقتي بقى هقدر احوله لك لحقيقي. انا متشكر خالص، ده انا كنت جعان قوي قوي قوي. انا دلوقتي بقى هروح انادي كل اصحابي يجربوا عجلة الحظ دي يا مستر بوبت واخد الساندوتش معايا. يلا يا اطفال يلا يا حلوين، معانا عجلة حظ البوبت النهاردة، مين هيجرب حظه تاني؟ يلا يلا. ايه ده مستر بوبت هنا ومعاه عجلة حظ البوبت؟ يا سلام، ممكن يا مستر بوبت اجرب عجلة الحظ دي؟ طبعا طبعا يا ام سيمبا، انا هنا النهاردة علشان كله يجرب عجلة الحظ وياكل، انا جايب اكل كتير معايا من البوبت. يا سلام، شكرا شكرا يا مستر بوبت، يلا بقى نلف عجلة الحظ السحرية. ايه ده شفت حظي يا مستر بوبت؟ انا طلع لي بيت وفي حد بياكل بيت، يعني شفت حظي وحش ازاي؟ لا 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 يا ام سيمبا ما تقلقيش خالص اهياني، إيه انا عندي بيت من الشوكولاتة هجيبهولك دلوقتي، اتفضلي. الله ده شوكولاتة كبيرة قوي، شكرا شكرا يا مستر بوبت، انا هروح بقى وهنادي الواد سيمبا وابو سيمبا علشان ياخدوا حاجات من الحلوة اللي عندك دي. ماشي يا سيمبا، يلا بسرعة لف عجلة الحظ السحرية ونشوف هيطلع لك ايه بسرعة. واو طلع لي ايس كريم، يا سلام انا كنت حران قوي وعايز حاجة متلجة كده. خلاص يا سيمبا اتفضل الايس كريم اهو. الله ايس كريم بالشوكولاته انا بحبه قوي، ده انا كنت بحبه قوي خالص. انا دلوقتي هروح انادي بابا علشان يجرب حظه زي يا عمو بابت يا عمو مستر بابت. ماشي يا سيمبا يلا بسرعه قبل ما العروض بتاعتي تخلص. يا سلام مستر بوبت بنفسه عندنا في الغابة، ده انت منورنا والله، اهلا بيك يا اساس سيمبا، يلا بسرعة جرب حظك ولف عجلة الحظ السحرية بتاعتي. يا سلام دي عجلة الحظ البوبت دي جميلة جدا يا مستر بوبت، يلا بقى اما لفها. واو انا طلع لي تفاحة، يا سلام اتفضل احلى تفاحة عندنا يا اسد سيمبا. واو شكلها جميل جدا وشكلها هتبقى لذيذة، شكرا شكرا يا مستر بوبت. ايه ده انت وقعت على الارض ليه؟ طيب بقى انا همشي. ايه ده الارنب اللي هناك ده بيعيط ليه؟ انا هروح اشوفه بيعيط ليه. مالك يا ارانيبو بتعيط ليه؟ علشان انا مش معايا فلوس اجيب تورته النهارده عيد ميلادي، وكمان ما عزمتش حد علشان انا فقير مش معايا اي فلوس اجيب تورته. لا 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 يا ارانيبو اوعى تزعل كده، ومستر بوبت موجود في الغابة، انا عامل لك مفاجأة حلوة قوي، شوف بقى انا هعمل لك ايه دلوقتي. الله حلوة قوي البوبت.
بوبت ده، بس يا خسارة دي تورته بس مش بتتاكل، انا كده هعزم اصحابي على ايه؟ اصبر بس يا ارانيبو، انا هحولك دلوقتي التورته دي لتورته حقيقيه. واو تورته جميله، شكرا شكرا يا مستر بوبت. استنى لسه ونولع بقى الشمعات وكمان نعلق الزينة. ممكن يا مستر بوبت اجرب معاك حظي في عجلة الحظ البوبت دي؟ طبعا طبعا يا عم الشيف، اتفضل يلا لف عجلة الحظ دي. واو انا طلعلي فراولة، يا سلام. شكرا يا مستر بوبت، انا هاخد بقى الفراولة دي هعمل بيها مربى جميلة جدا دلوقتي. باي. ايه ده مستر بوبت عدينا في الغابة، ممكن تديني اي حاجة من عجلة الحظ بتاعتك دي؟ ايه ده انت مين يا عم انت، انت شرير، لا مش هديك حاجة من عجلة الحظ بتاعتي. يعني ايه مش هتديني حاجة؟ طيب انا بقى هاخد عجلة الحظ بتاعتك دي كلها وامشي. ايه ده ايه ده ايه ده، انا اتسرقت انا اتسرقت اتسرقت في غابة الاسد سيمبا، الحقني حد يلحقني ويجيب لي عجلة الحظ بتاعتي، الجوكر ده شرير. ايه اللي انا سامعه ده؟ صحيح يا مستر بوبت، ايه اللي اتسرق منك، عجلة الحظ ولا ايه؟ ايوه يا اسد سيمبا، الجوكر الشرير خد مني عجلة الحظ بتاعتي، انا عاوزها يا اسد سيمبا، ماليش دعوة. ما تقلقش انا هجيبها لك دلوقتي. دلوقتي انا لازم اختفي من المكان ده علشان محدش يجي ياخد عجلة الحظ مني، خصوصا الاسد سيمبا. ها ها ها. ايه ده الجوكر اختفى وعملها وهرب، بس على مين؟ انا عارف مكانه وهروح اجيبه. ايه ده الاسد سيمبا وكمان اتحولت لشرطي، انت ورايا ورايا، سيبني في حالي. لا يا جوكر يا حرامي، سرقت عجلة البوبت من مستر بوبت وهو زعلان دلوقتي، لازم ارجعها له فورا، وانت لازم تفضل في الحبس علشان تاخد جزائك. انا مش هسكت على كده، انا لازم اهرب من السجن ده دلوقتي.